اعلق على نقطه سريع وافتح فرصه. النقطه بتاعت الجراي في المناهي، ودي مساله خطيره جدا كلامه اللي قاله في المناهي. الزول ده داري يوصل الناس الى انه المناهج دي مشكلتها الدين اللي فيها جوا، وده الخط بتاع العلمانيين الشغالين الليله. انه شنو؟ انه الفتره اللي هم لقوا فيها فرصه دي لابد يشتغلوا شغل ثقيل انه يضعفوا الجرعه الدينيه الموجوده وين؟ في المناهج. ده الموضوع كله. جا قال الطلبه ليه في سنه اولى بيقروا 23 سوره كويس، وقام جاب له قصيده استشهد بها، قال تعالوا اسمعوا انا اسمعكم دي قصيده، قال قاعده في المناهج بتاعتكم بتاعت الروضه، وانا ان شاء الله يكون اخونا الكلس جاء. بس خلاص ده صاحب القصيده ذاته عشان تعرف البلد غرقانه. زولك القراي في مؤتمر صحفي، وده زول عينه بتاع مناهج، وذول حامل دكتوراه، طلع قصيده من موبايله وقال لهم دي نموذج للقصايد اللي بحفظوها لاولادكم في الروضه. تخيل، وقام خدت القصيده في المايك بالموبايل وسمعها للناس. قصيده بنحب الاسلاميه وبنموت في الاسلاميه. اول حاجه القصيده ما في المناهج ذاتها. وشان تعرفوا انه زول جاهل حتى بالمناهج، وتعليقه عن المناهج ما كان تعليق مهني، انما تعليق سياسي. ما تعليق مهني. اول حاجه القصيده دي ما قاعده في المنهج، وكاتبها اخونا ابو خالد الوليد الكلس، هذا الواقف معنا وجاي من عطبره، من عطبره الليله جاي عشان يكشف لكم الحاصل ويقرا لكم القصيده بتاعته، وسوى له واحده ثانيه حيجلد بها عمك ذاك. القصيده عامله واظن بنشدها معاه وليداته ولا في خلوه ولا طلبه بقريهم، عشان تعرف انه الراجل ده ما عنده علاقه بالمناهج اصلا. ما في روضه الاستاذ بتاع الراجل اصلا ممنوع بالمناسبه. لو داير تصدق الان تصديق بتاع روضه الا تجي مره تصدقه. مش شايفين العناوين بتاعت الرياض؟ ماما حليمه وماما ميمونه وماما لبنى وماما ممنوع، مش كده؟ لقيتك روضه بتاعت بابا عبد الجليل؟ من الله خلقك؟ ما في يا قراي، تقريت وين يا اخي يا قراي؟ رياض الاطفال بيقروها النسوان، ودي قصيده بتاعت راجل ما شاء الله. هذا تعب يجيك صوت هسه بتشوفه، صوت بتاع الراجل طليع. طيب تقول لي ديل بيقروها لاولادكم في الروضه يا قراي؟ بعدين القصيده هي عباره عن رد على نغمه وعلى الطريقه بتاعت قصايد الثوره. بنحب العلمانيه وبنموت في العلمانيه، قصيده بتاعت الحركه الشعبيه. والقصيده جات رد عليها بنحب الاسلاميه وبنموت في الاسلاميه. طيب الكيزان دخلوا شنو في القصيده اللي جت بعد الثوره؟ دخلوا بتين الكيزان الشقيين هم، حشروها في المنهج بتين دي بعد الثوره. فاولا يا اخوانا تعليقه ده بيدل على انه انسان داير له مبرر، انتبهوا، داير مبرر عشان هو يهاجم به الروح الدينيه في المنهج. والمنهج بتاع الكيزان انت لو داير تعال احنا نوريك اشكالات فيه وهم معترفين بها، وانت لو زول مهني تعال اعرض الورشه اللي تمت 2012 ونحن شغالين في مجال التعليم وعارفين المناهج اللي حاصل فاشو، ورشه عملوها 2012 وانتقدوا اشياء كثيره جدا، انتقادات منهجيه وعاملين لها ناس مختصين انه المناهج دي فيها اشكالات حقيقيه. لكن انا اللي بيؤسفني جدا انه الراجل ده ما يضرب مثال ولا نموذج الا بالصور القرانيه اللي بيحفظوها الاطفال، وصور صغيره من صغار الصور بيحفظها في سنه اولى. سنه اولى الطالب عمره سبعه سنه مفترض، تقول كثير عليه ويحفظ كم؟ 23 صوره صغاري. انت عارف ال 23 صوره دي كلها كم؟ حوالي 9 صفحات في 8 شهور، خد بالك 8 شهور. وقال نحن حندخل له الموسيقى، خد بالك يا اخي، وال 23 صوره ما قدر على يجي يحفظ لك الموسيقى وقصايد الثوره. يعني اولاداتنا مع شويه يسمعون دي سيسمان يقرون له ويمرقوا لهم سوره النصر وسوره الهمزه وسوره الفلق، يطلعوها ويدخلوا دي سيسمان.
يا قراي يا اخي خاف الله يا خاف الله الخلقك يا اخي. والاولاد غالبهم انت قايل خليك من سنه اولى اللي عمره 7 سنوات. الاطفال الان في الروضه عمرهم 4 سنوات فقط. انا لقيت بنيتي بيحفظوا فيها الصباح ماشي الروضه، قلت لها في صوره شنو؟ الليله بس كان جات المناسبه، والله ما فاضيين ذاته نحن نعرفهم، ترى شغالتهم مهادهم برام. في صوره شنو؟ قلت لها في صوره الليل. صوره الليل اتخيل الروضه 4 سنوات ديل. صوره الليل دي لو حسبت من تحت الصوره رقم 28 والسنه ما انتهت. ديل في اولى روضه حيتموا لهم كم؟ وحيقروا ثانيه روضه. ولما يخشوا المدرسة حيكونوا حافظين أحسن من القراي، حيكونوا حافظين قرآن أحسن من القراي، والقرآن بفتح أذهان، والقرآن بصحح لسان، والقرآن بقوي إيمان. وده اللي احنا دارينه لأولادنا. ما دارين لهم موسيقى، موسيقى يستفيدوا منها شنو؟ يستفيدوا منها شنو؟ كفاية السرقادور الولادات اللي علموا طلعوا صايعين، كفاية يا أخي. انت دار تطلعوا لنا تاني صيع صيع في المجتمع تاني؟ كفاية يا ناس، دار تعلمون الفنون، تعلمون شنو يعني؟ قال نعلمون الفنون، استفدنا الشخبطة بتاعت الحيط دي؟ شخبطة الحيط؟ يا ناس اتقوا الله، خلوهم يقروا القرآن. بعدين تعال احنا نوريك، أنت ما لقيت أي نموذج تنتقدوا على المناهج للقرآن؟ بس في بلاوي جوا بل في حاجات افترض تعمل لها أبديت أنت، معلومات قديمة ذاتها. قديمة الليلة دي وأنا بدرس في المدارس والمعاهد وغيرها، بندرس الطلبة في الشهادة السودانية أو لا الثالثة، بندرسهم قطع كثيرة جدا فيها معلومات قديمة. السودان مليون مليون ميل مربع الليلة دي يا راجل، طلبتك ده اللي بيمتحنوا في السودان مليون ميل مربع آخر دي ولا صورة الفلق؟ ما تخاف الله يا قراي، ما تخاف الله. لأسف بنقريهم السودان تعداد السكان 25 مليون نسمة لليلة. الكلام ده من 95. 25 مليون نسمة لا ولدوا يا كافي البلا، لا طلقون، لا ماتوا، لا انقرضوا، ولا الناس اللي ماتوا في دارفور يا ود الحلال انت اللي بتتكلم قبل بدل ما حسبون ذاته كلهم. لليلة دي 25. يا ناس انت تعال عايل ليه ده يا اخي؟ دي بلاوي قاعدة في المنهج. بلاوي الأسف بيقرون إنه قرية الشيخ فلان دي فيها بركة لأنه مبني فيها قبة، دي أسئلة علمية. تعال أثبت لي يا قراي، أنت قلت لي علم، تعال أثبت لي بمعمل، أثبت لي بس إنه القرية دي فيها بركة لأنه فيها قبة، وقع علي تعال. دي قاعدة كويس وبلاوي ثقيلة جدا، قاعدة في المنهج، والمنهج ده قديم قديم، ماشي غيروا فيه حياه السنة الكيزان السنة اللي فاتت دي، غيروا حاجات في المنهج، جابوا أشياء أسوأ من الأولى، غيروا لهم رواية من رواية أفريقية بتاع Things Fall Apart، غيروها جابوا رواية بعدين اسمها موتشو والفرند. الرواية جابوها دي أول حاجة إنجليزي قديم، خوايا ذاته خلوه ما قاعد يتكلموا ده، دي بسموها Dead Language، إنجليزي قديم. وبعدين رواية كلها سكسي جوا، الطلبة واحد زميلي بيشرح لهم فيها قال لهم هي از كيسينج هار، الطلبة يقول لهم عيدة ثانية يا أستاذ، ده منهج أنت تقري له طلبة مراهقين؟ ده شغل بتاع قلة أدب وشغالين فيه وهسه الآن بقروا فيه. أنت تعال انتقد حاجات زي دي يا أخي، هذا في المناهج بنوريك. لا يا أخي أنت كان ما عارفها، تعال اسأل منها. لكن قصيدة أخونا المسكين الكلس دخلها في المنهج التربوي، والله حظك يا الكلس، حشروك مع الكيزان انت وقصيدتك، وشغال كده كمان فاتح وبيبتسم وبعين في الجماعه جنبه كده بيبتسم لهم ويقول لك ها ها بيضحكوا. انتم مستهبلين ولا شنو يا اخي؟ انتم تلعبوا على منو؟ يا اخي دار تحارب الكيزان حاربهم بالحق يا اخي، ما بالباطل بالكذب. المهم كده قبل ما نفتح فرصه خلي الكلس يجي يقول لنا قصيدته الاولى، ويقول لنا في واحده ثانيه برضه يدينا لها. تفضل يا كلس. الكنز الليلة جاي من عطبرة، جيبه صور لنا روحه في البص، جاي من عطبرة جزاه الله خير عشان يكشف الموضوع ده بس. أيوة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشايخ والطلبة، السلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. احنا خصوصين في القصائد بس،
الكلام ونقد المناهج للمشايخ الحمد لله جزاهم الله خير. فالقصيدة رد على البيت اللي كانت في ساحة الاعتصام بتقول بنحب العلمانية ونموت في العلمانية وحنشيل شمال وجزيرة وحتى الخرطوم حقتنا والداير مرحب به أما الزعلان الطرشة. درد عليه وأنا كنت في الخلوة بتاعتي هناك في الشونة معايا شفح صغار لغاية سنة خامسة لغاية رابعة سجلت القصيدة هم بيقولوا وراي ما عنده علاقة بالكيزان ولا كانت في عهد الكيزان هي رد على هؤلاء شنو العلماني لكن ده بيوريك انهم عداوتهم للإسلام ما للكيزان. القصيدة بتقول بنحب الإسلامية ونموت في الإسلامية وتأكد 100% شعب السودان ما بيقبل الدولة اللادينية بنموت في خاطر ديننا زي موت الضان كمية بنكاتل العلمانية لآخر نفس فينا بنكاتل العلمانية لآخر نفس فينا ما بناخد الشغلة حمية يا عشنا عزاز بيديننا يا عشنا عزاز يا عشنا عزاز بيديننا بيديننا ولا غير ديننا ولا همية يا متنا ندافع عنه لو جات العلمانية من حلف لحد كريمة مرورا بالمحمية حتى الخرطوم عاصمتنا من مدني لغاية كوستي وقضارف حلفة جديدة ليبارة وحتى أبيض ودلجنا مع كادوغلي وكل السودان ما بيقبل الدولة العلمانية كل السودان ما بيقبل الدولة العلمانية إلا العايزين مدنية ناس فصل الدين عن دولة والمرأة الساوي الراجل الناس السابت سيبة الناس السابت سيدة في أحضان سيدة ومرمية لا دين أحسن من ديننا لا لون أحسن من لون لا زول أحسن من زول والفرق يكون بالتقوى في الدولة الإسلامية والفرق يكون بالتقوى في الدولة الإسلامية بنحب الإسلامية ونموت في الإسلامية. أما الرد على القراي بنفس النسق ده ما سمعت الزول الواهم عايزين نديه هدية فاكرنا بنتبع نحنا للحركة الإسلامية دستورنا كتاب المولى بالسنة عيوننا هنية بين نهج السلف الصالح ما بنمشي ورا الحزبية بين نهج السلف الصالح ما بنمشي ورا الحزبية شفناك شغلت قصيدة بنحب الإسلامية وعرفنا الغازك فيها شان ضرب العلمانية ما سمعت البت اللي قالت بنحب العلمانية ونموت في العلمانية حتى الخرطوم حقتنا والداير مرحب به حتى الزعلان أما الزعلان الطرشق عن ديننا واضحين في المنهج نحنا عن ديننا ولا بنتعشق واضحين في المنهج نحنا عن ديننا ولا بنتعشق الداير ديننا حبابه أما الزعلان لا الداير ديننا حبابه أما الزعلان ما بيدخل فيه الإسلام زندية الداير ديننا حبابه أما الزعلان ما بيدخل فيه الإسلام زندية ركزت خطابك كله في المادة الإسلامية معناها الدين الواجعك وآيات القرآنية بتدور أفكار أستاذك وآيات الشيطانية عايزنا نبدل ديننا للفكرة الجمهورية كاشفين ملعوبك كله بنكشفك لما تسهج زيك بس كيف الزيك فينا يتكلم عن المنهج سوداننا وجاته بلية بس كيف الزيك فينا يتكلم عن المنهج سوداننا وجاته بلية ولعلمك لازم تعرف ولعلمك لازم تعرف حتى الكيزان أعدانا لا داعش لا صوفية لعلمك لازم تعرف حتى الكيزان أعدانا لا داعش لا صوفية منهجنا وما دا سنه اسمه الدعوة السلفية منهجنا وما دا سنه اسمه الدعوة السلفية بنحب الإسلامية ونموت في الإسلامية